أعلنت بيتسي ماثيسون الأمين العام لاتحاد الجاليات الأجنبية في مملكة البحرين إطلاق فعالية هذا هو الخليج العربي بمشاركة وفود من كافة دول مجلس التعاون. ماثيسون أشارت إلى أنه من المقرر أن تنظم الجولة الأولى بعنوان هذا هو الخليج العربي في العاصمة الإيطالية روما في 27 من مايو القادم. خلال فترة قصيرة تمكنت فعالية هذه هي البحرين من تعريف المجتمع الدولي بمدى التسامح والتعايش الذي يعيشه المجتمع البحريني، واليوم يكبر هذا الحلم ليشمل كافة دول مجلس التعاون ويصبح هذا هو الخليج العربي. نحن متحمسون جدا لأن هذه هي البحرين تحولت إلى هذا هو الخليج العربي. كما تعلمون عرفت هذه هي البحرين عدة مدن كلندن، باريس، بروكسل، برلين ونيويورك بما يعيشه المجتمع البحريني من تسامح وتنوع وانفتاح، والآن سنواصل ذلك مع أخوتنا من دول الخليج العربي. لقى نشاط هذه البحرين الاستحسان الكبير من دول المنطقة، وطلبت أن تتوسع هذه البحرين إلى هذه الخليج العربي. ونحن نتطلع في رحلتنا المقبلة إلى روم بأن نثبت أن الخليج موحد. فعالية هذا هو الخليج العربي ستبدأ هذه المرة من العاصمة الإيطالية روما في مايو المقبل، لتتضمن إقامة معرض موسع يضم أجنحة عديدة بمشاركة عشرات المؤسسات والهيئات الخليجية على المستويين الأهلي والخاص، إضافة إلى منتدى موسع يحضره ممثلون عن دول الخليج العربية المشاركة في الفعالية، إضافة إلى شخصيات دينية واقتصادية رفيعة المستوى. اليوم احنا الطفل الصغير كبر وصرنا هذا هو الخليج العربي، ننقل من خلال مؤتمر ومعرض وورش عمل وزيارات رسمية إلى الفاتيكان، إلى المساجد، إلى الجامعات، إلى بعض المدارس، إلى كثير من المعالم الضرورية، البرلمان الإيطالي، ننقل لهم واقعنا بكل مصداقية، بكل شفافية، بدون أي زيف، بدون أي تجميل، بدون أي مكياج، نقول لهم هذه هي البحرين، هذا هو الخليج العربي. بالنسبة لمشاركة المملكة العربية السعودية هي جزء من الخليج، الخليج يعتبر دولة واحدة، فإذا تحدثنا عن نشر السلام وأيضا تغيير الصورة النمطية عن الإسلام، فنعلم أن الصورة النمطية التي رسمت عن الإسلام عند الدول الغربية نتيجة إعلام أو دعايات مضللة، فنحن يجب أن نعي من خلال هذا المؤتمر وأيضا مشاركتنا في هذا المؤتمر دور الإعلام المهم ومحاولة توحيد الخطاب الإعلامي. يأتي اختيار إيطاليا مكانا لإقامة فعالية هذا هو الخليج العربي لأسباب عدة، أبرزها أن إيطاليا هي بوابة أوروبا الجنوبية، وطالما كانت موطنا للتبادل الثقافي والحضاري والتجاري بين العرب وأوروبا. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.